التوضيح في مسألة إذا قام الإمام الخامسة مع ذي مثل هذه؟ إذا قام الإمام الخامسة هل المؤتمين يتبعون؟ هذا انتهينا من البحث. إنما جعل الإمام يؤتم به يا أخي أصاب وأخطأ. هذا شيء آخر. إنما جعل الإمام يؤتم به. لا تستعجلوا على صاحبكم لأني أراه بعد ما اقتنع أو في نفسه تساؤلات نفس الموضوع. وليش ما هو نفسه؟ نفسه شيخ يعني هن جاب ركعة زيادة وإحنا علمنا أن هاي ركعة زيادة. كيف نتابع فيها؟ يعني في أكثر بقي ناسي. في أكثر من أنه أخطأ. أخطأ ولا شيء؟ لا. أنا أخطأ ولا لا؟ أخطأ. الله يهديك. قل لي يا أخي الله يهديكم تعلموا إيه أو لا؟ أخطأ طبعا. لا أنا ما أعمل لك هيك، أعمل لك في أكثر من كونه أخطأ. قل لي لا. أشايف شلون؟ بين تقول لا بين تقول أخطأ. لا نفي، أخطأ إثبات. الجواب لازم يكون إيش؟ نفي ما يكون إثبات. الله يعيني. شو أنا مخطئ كثير يعني. الله يعينك علينا شيخ. هذا أخطأ جاء برقعة زائدة كالذي نقص ركعة. الآن أنا بعكس عليك المثال. سلم الإمام على رأس الركعة الثالثة وهو في صلاة رباعية، أنت ما سلمت، حبست نفسك شوي، لكن قلت له سبحان الله. ربما كررت التسبيح لدرجة انه بعض المتعصبة رح يجول لك بطل الصلاة. ليش؟ لانه بتكرارك كأنه رسول ما كنت تفهم بقى عليه، عم اقول لك سبحان الله سبحان الله ما رد عليك. شو بتساوي انت؟ يعني انا بسلم مع كويس. هو انت عم تحكي بالنسبة لك كل الحديث ولا بالنسبة لغيرها؟ البعض يعني ما جاوبت. هذا الجواب هو هذا الكلام. نحن نحكي بالنسبة لك. بالنسبة لك الولاد هاي اللي بخاف أنا منها. شايف له فأنت بتسلم معه. أنت لما سلمت معه ممكن كنت على يقين أنه مخطئ وباقي عليك ركعة؟ ليش سلمت؟ متابعة له. طيب الآن تصحيح الموقف شو بس شلون بيكون؟ لما أسلم أنا وبين له أنه مثلا أنه بقي ركعة كما فعل ذو اليدين مع النبي. أحسن. إذن هل أنت كنت عم تخشى في الصلاة صارت خارج الصلاة ولكنك في صلاة؟ ها؟ هاي مثل هاي ها؟ إجا نذير وما إجا نذير، هو خارج الصلاة وهو في صلاة. وإلا هالحديث هذا بجوز في أثناء الصلاة؟ ما بجوز. لكن فقهاء الشافعية لهم كلام جميل في الصلاة، وإن كانوا بقى وقعوا في انحراف ثاني الله يهدينا وإياهم. حصروا كلمات نسيت خمسة ستة إذا راجعوا عليها بطل الصلاة. المهم فأنت ما تتابعه تحقيقا لأمر الرسول بعد ما تسلم على النقص وإلى الإمام صحيح الموقف وأنت تتفاعل معه وتنتهي المشكلة. وكفى الله من الخطاب. إذا المشكلة ما تنحل بطريقة عدم متابعة الإمام فقط، لا، في كمان طريقة ثانية هي طريقة اتباع الإمام ثم بيان الخطأ بالمواجهة بالمصارعة ثم رجوع لإتمام الصلاة. كذلك هو إذا صلى خمس ركعات من أم يقف معه صلى خمسة وسلم
يمين ويسار يا شيخ انت صليت خمس ركعات صحيح يا جماعة؟ اي والله. الله اكبر. سجد سجدتين وسلم تسليمتين وكذا الله امرنا في كان وخلص الشهر. والركعة اللي زدت معه لا تزل تروها باء منزورة تتسجد فيها قراءة هي التسبيح هي تكبير كل واحدة هاي إلى أجل عند الله تبارك وتعالى ولو أنها جاءت إيش خطأ. نعم شيخنا حديث الرسول صلى الله عليه وسلم اللي هو يعني هذه الصلاة إنما هي لكبيرة وتسبيح تعميد لا يصلح فيها شيء من كلام الناس أو من كلام البشر في رؤية من كلام الناس كيف أنت الوجه اللي استحسنته من قبل الشافعية أو بعض الشافعية لكن الست كلمات اللي قيدوهم يعني نعم هو من كلام الناس يعني خذ وأعطي وروح وتعال ولا أخي هذا كلام الناس أما الكلام اللي فيه إصلاح الصلاة اللي وقع من الرسول في قصة المدينة اللي كان فيها القتال المدينة طبعا أصدق الكلام قالوا له قال لهم أصدق المدينة قال نعم هذا كلام لكن هذا كلام لم يكن ككلام الناس وإنما كان لإصلاح الصلاة التي نبه الرسول عليه السلام أنه صلى ركعتين بدل ما يصلي أربعة. أنا الآن أريد أن أعتذر إليكم لأنه الوقت انتهى وأنا السؤال من أول قلت أنها تركية ومنفتح مجال لأخواننا الله يجزيك ما شاء الله ما سألت ولا سؤال كان يأجل السؤال هذا بالذات أيوه كان أنه حصل عليه مشكلة إيه بس يكمل بقى أنا عمري يعني فأنا الآن بدي يمشي بدي لحق الصلاة في بلدي لأنه بسبب وجع الركب فلابد من استعداد الله يحفظكم فإن شاء الله سؤالك مو طويل طيب تفضل.